السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة من وصفات كوزين عائشة فلاح. اليوم غادي نديرو لي فيغين فاسون تارت او سيترون مورينغي. في هاد الوصفة هادي كنحتاجو طبقة ديال البسكوي اللي هو عبارة عن اما عن صابلي او لا صابلي بروتون او لا لوتوس او اي صابلي عندكم توفر تقدروا تستعملوه. كتكدكوه بحال هكا تدخلو فيه طريفات. كنحتاجو فيه 50 غرام ديال الزبدة، هذا الصابلي مع الزبدة، هذا هو الطبقة الأولى. الطبقة الثانية غنحتاجو فيها طبقة ديال كريم سيترون، نحتاجو فيها 75 مليلتر ديال عصير الحامض، يعني تقريبا 3 الحامضات ولو زيست ديالهم. غنحتاجو 2 بيضات كاملين و 100 غرام ديال السكر، وفي الاخير غنضيفو واحد 50 غرام ديال الزبده على هاد الخليط هذا. في لا مورينغ ايطاليان غنحتاجو 75 غرام ديال السكر سنيده وابيض بيضه وواحد 25 مليلتر ديال الماء. غادي ندوزو نشوفوهم من بعد. دابا غادي نديرو لا كريم سيترون. غادي ناخدو واحد الاناء كاسرونه ونديرو فيها سنيده ونديرو فيها عصير الحامض ومعلقه ديال لو زيست سيترون حتى هو وجوج بيضات كاملين. غنمزجو هذا الخليط مزيان بالفوي ونديرو فوق العافيه، العافيه مهيله حتى كيعقد لينا الخليط. ندوزو البسكوي نخلطو عليه شويه ديال الزبده دينا الصابلي ديالنا درنا في الكؤوس وكنطاسيو بحال هكا. لا كريم ديالنا ها هي وجدات، زدنا عليها واحد 50 غرام ديال الزبده وغنديروها في الكؤوس. غندوزو نوجدو لا ميغانغ ايطاليان، غنخفقو البيض وعندنا السيرو كيوجد. بعد ما بردو لينا لي طارتو سيترون فاسون فيغي، كنجيو كنديرو لا مورينغ هكا حتى كنكملو لي فيغين ديالنا كاملين. كملنا لا مورينغ في الكويسات، دابا غناخدو الشاليمو غنجيو غنضربو هاد الرويسات هكا من الفوق. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي فيغين ديالنا ديال اليوم، شكل الجزء الثالث. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم وتقدموهم لوليداتكم بالصحة والراحة، وكنقول لكم الى الملتقى مع فيديو اخر من كوزين عائشة فلاح.